حبايبي جريد 3، تعالوا نكمل النهاردة حاجة اسمها شيبس. شيب شيب يعني أشكال. أنت مش هتترجم عربي. يعني إيه يا مستر شيب يعني أشكال؟ بص بقى معايا لو سمحت، تعالوا كده هناخد شوية شيبس ونقول كل واحد له عندي نيم. يعني إيه كل واحد له عندي نيم؟ يعني أنا لما أعمل كده، بس أنا هكبر كده. بص معايا، حد فاكر النيم بتاع الشيب ده؟ حبيبتي ريتال، الله عليك، سكوير. ابدا بقى، انا عايز اسال ايه اللي نعرفه عن السكوير. ركز بقى عشان انا عندي لعبه حلوه دلوقتي اقولها لك. يعني ايه دلوقتي؟ بص هنا، السكوير عنده كام سايد؟ فور. حلو خالص، ما انا عارف انه عنده فور، بس اللي يهمني، استنى ثواني يا محمد، ان الفور سايدس كلهم ايه؟ ايكوال. الفور سايدس، الفور سايدس عنده حاجه تانية. ايه ده؟ ايه اللي عنده حاجه تانية؟ ايوه، عنده الاوبزيت. بص كلمه اوبزيت يعني انا قاعد دلوقتي، لما اقول مين اللي قصادي، اسمع بس، مين اللي قصادي؟ ينفع اقول سما؟ خالص. اهو يا مستر، ايوه، برافو عليكي، زي البلكونه قصاد البلكونه. احنا بقى مش هنتكلم بالعربي، اسمع لو سمحت. شايف اللي انا الاول، تعال نشيل يا مستر الشكل ده، نشيل منه اللون بتاعه. نو فيل، بس خلاص. بصوا بقى معايا لو سمحت، انتوا قلتوا لي الراجل ده اسمه سكوير، برافو عليكم، صح. بس انا يهمني بعد ما تقول كلمه سكوير تقول بقى ان السايدز بتوعه ايكوال. السايدز بتوعه ايكوال. حبايبي حبايبي، احنا ليه بنقول كلام بزياده؟ السايدز ايكوال، بس انا ما قلتلكش النمبر. اسمع بقى اللي جايه دي، ان انا عندي السايد ده والسايد ده، دول يتقال عليهم اوبزيت. يتقال عليهم اوبزيت، يعني قصاد بعض، مش هنقول بالعربي اوبزيت. مالهم يا مستر؟ الاثنين الاوبزيت دول باراليل. ها؟ باراليل. برضو يا حبيبي التو سايدز دول، بص كده اهو، والاوبزيت بتاعه مالهم؟ باراليل. ستوب. عايزين نقول الكلمتين دول على السكوير ونقول له باي باي يا سكوير. يلا بقى هنقول بالراحه، لو حد قال لي ايه اللي تعرفه عن السكوير، اقول له اول حاجه فور سايدس ايكوال، ايه كمان؟ التو سايدس بارلل، بير سايدس بارلل. الكلمه دي عشان ما تتخضش منها، بير، بير يعني زوج، يعني الاثنين اللي قصاد بعض. يا حبيبي في مشكلة؟ طب نقولها تاني؟ نقول تاني. حاضر حبيبي، اسمع وما بزعلش على فكرة. بص معايا، تعالى ناخد الراجل ده أهو، نكبره تاني. يجي يقول لك كده نيم أوف شيب. مين النيم بتاع ده؟ سكوير. دي أول حاجة. يا عم يا سكوير، إيه اللي أنا عايز أعرفه عنك؟ عندي فور سايد والفور سايدس ايكوال. ايه كمان؟ عندي كلمة بير، بير يعني اتنين، يعني زوج. بير بير بير، عندي ده واللي قصاده، مالهم؟ باراليل. عندي برضو الراجل ده والاوبزيت اللي قصاده، باراليل. في مشكلة؟ تعالى بقى ناخد شكل تاني أجمل منه. اسمع حبيبي، وحاجات كلها جميلة وكلها عايزه بس منك فهم مش حفظ. بص الراجل الجميل ده، هنشيل بس الفيل بتاعته. يلا لو حد قال لك نيم اوف شيب، لا سوري، هنا ريكتانجل. الله، اسمع بقى يا حبيبي، انت مطالب ان انت تكتب الليتر بتاع النيم. ريك، سوري، ريك، ادي ريك تانجل. مالك يا عم يا ريكتانجل؟
هل الفور سايدز ايكوال؟ لا، لكن ايه الاوبوزيت؟ هما بس اللي ايكوال، يعني السايد ده والاوبوزيت اللي قصاده ايكوال وبارلل. برافو عليكي. بص بص، البير بير سايدس، يعني الاثنين سايدس اللي قصاد بعض مالهم؟ ها بارلل برضو حبيبي، ده واللي قصاده. في مشكله؟ متاكد؟ طب يلا معلش يا مستر، في عندي شيء تاني. مهم الكلام ده؟ ايوه حبيبي مهم. بص معايا الراجل الجميل ده، شايف ده؟ بص كده، قال لي الراجل ده فين راح؟ ايوه هنا، اعملها نوم. شايف الراجل ده؟ لا ثواني يا هنا، انت جاوبتي حبيبتي. يلا سيلا، الله عليكي، انا باراليلو جرام. اسمع بقى وخد المعلومه الجميله دي، الراجل اللي اسمه باراليلو جرام ده، باراليلو وجرام، الباراليلو جرام زي الريكتانجل، يعني البير سايدز دول مالهم؟ باراليل وايكوال طبعا، باراليل وايكوال. معايا؟ معايا. بص بقى واحد كمان بسرعه، واحد كمان بسرعه يا مستر عشان اخرنا. الراجل الجميل ده، بص كده، لا هنا انت جاوبتي، اللي جاوب ما يجاوبش تاني. محمد عبد الرحمن، الله عليك. بص بص، رومبس. تعالى كده نفتكر دايما الرومبس، ار اتش او وبعدين ار، ودي كلمه بس. الرومبس زي السكوير. يعني ايه زي السكوير؟ يعني السايدز بتوعه منع. يا عم والله كلهم فور ايكوال حبيبي، ما احنا كل الكوادريلاترال دول فور. بص الكلمه اللي انا قلتها دي، بص 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 يا حبيبي، لما حد يقول لك كلمه كوادرا، بص بص، كوادرا كوادرا لاترال، الكلمه دي كلها على بعضها يعني هو شيب عنده فور سايدس. ايه ده بقى؟ اي كوادريلاترال عندك كم سايد؟ تعالى اوريهم لك بقى اشكالهم جنب بعض. حد فاكر ده سميناه ايه؟ ترابيزيوم. تاني بقى حبايبي عشان خاطري نفتكر الكلمة الجميلة دي، نفتكر حبيبتي الكلمة دي، كوادريلاترال يعني عندك فور سايدز. مين عندهم فور سايدز؟ الفايف شيبس دول، ترابيزيوم الراجل الترابيزيوم ده، والريكتانجل والسكوير والرومبس والباراليلوجرام، دول عندهم فور سايد ويتقال عليهم كوادرا لاتيرال. تعال بقى نشوف الأسئلة بتاعتهم. لما يقول لك كلمة only، الأسئلة دي تجيني في الامتحان. لما يقول لي كلمة only بير parallel، مين من الأشكال الفايف دول اللي أقدر أقول عليه ما عندوش غير only two parallel؟ فكر. طب قول يا قمر. لا، الباراليلو عنده اتنين بير، عنده الاتنين اللي قصاد بعض باراليل، واحد من الخمسه دول بس. هي ريم، علي صوتك والنبي. لا مفيش حاجه اسمها الاول، انت لازم تقول النيم. ريتان. لا مش الرومبس، ترابيزيوم. ايوه كده. اسمع بقى المعلومه دي ودي مهمه. بص حبيبي تاني، لما يقول لي كلمه قول لي، يبقى انا عندي مين؟ ها؟ ترابيزيوم. ترابيزيوم. طب بص بقى اللي جايه دي، البوليجون اللي عنده فور سايد نسميه ايه؟ طب قول يا محمد. ازعل. كوادرا 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 لاترال. تاني حبايبي اسمع تاني عشان خاطري، اي شيء عنده فور سايدز اسمه كوادرا لاترال.
لكن بعد كده خدنا كل واحد ادينا له اسم. يعني يا مستر اهو بص كده معايا تاني اهو، هكبر دي، تعالى يا مستر نكبر الصفحة اهو، بص تاني، انا عندي فور سايد وعندي فور سايد وعندي فور وعندي فور وعندي فور، احنا كلنا عيلة الكويدرالاترال، لكن كلنا في زي ما انت مثلا يبقى عندك اربع اخوات، كلكم اخوات ايوه، بس ده محمد واحمد محمود سماعين، مش كده؟ اسمع بس، يبقى اي بوليجون عنده فور سايدس نقول عليه كلمه كويدرالاترال. تعالى نرجع بقى ونكمل مع بعض. بص بقى الكويدرالاترال بقى اللي عنده فور سايدس ايكوال تفتكر مين؟ ها سكوير. عندي حد تاني عنده فور سايدس ايكوال؟ رومبس. لا لا حبيبتي، الترابيزيوم ما عندوش حاجه ايكوال خالص. رومبس 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 تاني. مين الكويدرا اللي عنده فور سايدس ايكوال؟ ثانيه بس، وفور سيميلر فيرتسيز، الفيرتسيز زي بعض. استنوا بس عليا هفكرك اهو بالراحه، خلينا ما نغلطش. بصوا معايا، بص يا حبيبي، الراجل السكوير ده عنده السايدس ايكوال، والرومبس عنده السايدس، لكن السيميلر فيرتسيز يعني الفيرتسيز زي بعض، في السكوير ولا في الرومبس؟ في السكوير حبيبي، في السكوير يا بابا. لكن بص شايف دي؟ دي غير دي، دي غير دي، لكن هنا في السكوير دي زي دي زي دي زي دي. يبقى لما يقول لك حبيبي السايدس ايكوال، عندي شكلين، بس لما اقول لك الفيرتسيز سيميلر، سيميلر يعني زي بعض، تقول لي السكوير بس، تقول لي ايه؟ بص بقى اللي جايه دي كويدرالاترال، بص بقى عنده فور سايدس ايكوال والفيرتسيز نوت سيميلر. لسه قايلين ها؟ ها؟ مين اللي رومبس؟ لا 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 رومبس تاني حبايب. بصوا حبايب، بص يا بابا، مش انا قلت لك الاتنين دول زي بعض؟ زي بعض في ايه؟ السايدس ايكوال، لكن الفيرتسيز هنا سيميلر زي بعض، لكن في الرومبس نوت سيميلر نوت. طيب انا خلاص قربت اخلص عشان ما تتعبوش، بس بص بقى اللي جايه دي، مين بقى عنده فور سيميلر فيرتسيز بس السايدس مش ايكوال؟ استنى استنى، انت لازم تفهمها. ثواني حبيبتي، بص بقى معايا، الراجل ده وده خرجوا بره اللعبه، يبقى يا اما تقول لي ريكتانجل يا اما تقول لي باريلوجرام. مين الفيرتسيز زي بعض؟ ها ايه؟ لا حبيبتي، عشان بصي الفيرتكس دي غير دي. ها لا برضو ريكتانجل يا مستر، ريكتانجل يا مستر، الفيرتسيز زي بعض. معلش يا حبايبي، هو الجزء ده محتاج منك ان انت لما تروح تراجعه تاني بالراحة. هنعمل ستوب، ايوه.